اهلا بيكم. في الكوفيد 19 قاعدين كلنا في البيت وفكرنا ان احنا نعمل حاجه عشان نشغل الولاد بيها، ففكرنا في اوربان تشالنج، تحدي الاوربان. كل واحد هيعمل اوربان ويحط صوره او فيديو للي عمله ويحط المنتج النهائي، وبعدين طبعا كل واحد هياكل لوحده، محدش هيعرف يشارك ويقول رايه، فخليكم فيها. قبل ما نبدا الخطوات هقول لكم هنحتاج ايه وتحضروه وتخليوه جنبكم عشان تسهلوا الامور على نفسكم. اولا هنحتاج خميره، اللي هي الخميره النشطه، ده النوع اللي بستخدمه او اي نوع، المهم يكون خميره اللي هي الجافه النشطه. هنحتاج كوب، كوبايه 250 مللي عشان الدقيق هنعاير بيها، معلقه، طبعا معلقه شاي عشان ناخد بيها الخميره. هنحتاج شوية سكر عشان نحطه على الخميرة، الدقيق طبعا، النشابة. لو عندك قطاعة لدقيق، ما عندكش مش مشكلة، ممكن تستخدم سكينة عريضة أو تستخدم سكينة عريضة. عصاية خشب عشان نخرم بيها القربان. لو في عندك ميزان اوكي، ما عندكش ميزان مش مشكله، هقول لكم برضه طريقه نعمل بيها طبيعه القربان ونقسمه من غير ميزان. والعجينه، اول خطوه هي تنشيط الخميره. نجيب شويه ميه قد كده، حراره مثلا 50 60، يعني درجه حراره دافيه. حط معلقتين خميره، معلقتين شاي، تحط معاهم او نحط معاهم شويه سكر، يعني حوالي مثلا نقول ايه نص معلقه عشان مهم قوي تنشيط الخميره والتذوب. طبعا نجيب اي حاجه نغطي بيها، نجيب حاجه ونغطي بيها الكوبايه. دي اول خطوه، ونسيب بقى الخميره حوالي مثلا نص ساعه لحد ما يعني تشوفوا بعد نص ساعه ان الليفل ده. انا سبت الخميره بالظبط يمكن اقل من ربع ساعه، وده الليفل اللي وصلته، فهي كده نشيطه والدنيا كويسه، فممكن نبتدي نشتغل. طيب خليها على جنب دلوقتي وبعدين نعمل الخطوات اللي بعد كده. هنعمل مقدار يكفي يعمل حوالي 6 ل 7 قربانات، وزن القربانه 250 جرام تقريبا. فاحنا هناخد كوبايات ممسوحه، تاخد الكوباية زي كده وتمسح الليفل من فوق، وتمسح الكوباية من فوق. دي واحد. هنعمل 7 كوبايات دقيق، 2، 7 كوبايات دقيق. اوكي، حطيناهم في العجينة. بعد ما حطينا ال7 كوبايات دقيق اللي هي 7 في 250 جرام، هتخلي الدقيق جنبنا عشان لسه هنحتاجه عشان نفرش بيه على الرخامه او على المكان اللي بنعمل عليه، عشان يكون المكان عليه دقيق. مهم جدا الخطوه اللي بعد كده، مهمه جدا. هنحط الميه، احنا حطينا 7 كوبايات دقيق، فنحط 3 كوبايات ميه سخنين، وتكون درجه حراره سخنه، يعني لا هي لا بتلسع ولا دافيه، عايزينها سخنه كده، تحس ان هي سخنه على ايدك، اللي هي تقريبا 70، تقريبا 70 يعني درجه حراره 70. فاظبط الميه على كده، لو عندك ترمومتر اوكي، ما عندكش حسها على ايدك ان هي سخنه، بس سخنه قوي كانها هتلسعك بس مش بتلسعك ومش دافيه. مهم قوي الخطوه دي عشان ده هيفرق في الكونسيستنسي بتاعت العجينه. اوكي، فهنحط الميه دلوقتي زي ما قلت لكم. الميه واحد، خطوة المية دي أو درجة حرارة المية دي من دي أول تريك أو أول حاجة مهمة في إن القربان يطلع سليم. طبعا احنا بعد ما حطينا المية هنعجن. احنا المفروض نحط 3 كوبايات ونص مية، بس أنا بخلي النص ده لأن لسه هنحط الخميرة وهنحتاج بقى تظبيط، فاحنا بنحط 7 كوبايات دقيق و3 كوبايات مية.
فتره. بعد كده طبعا نشغل العجان ونسيبه شويه لحد ما الميكس يختلط، الخميره حتى تفضل زياده، نوقف ونحط الخميره مع الميكس. كده الخميرة هنكمل نخلي العجينة مثلا تلف حوالي يمكن تلت ساعة لحد ما كل حاجة تبقى معجونة كويس مع بعض. وهوريك بقى التكة اللي بعد كده المهمة قوي، ازاي انت هنوقف وليه هنوقف والعجينة تبقى واصلة لأنه مستمر. احنا طبعا علينا سرعة العجينة شوية شوية تدريجيا لحد ما هتلاقوا انه العجينة بتلف والجدار العجينة شبه نظيف، يعني ما فيش حاجة لازقة عليه أو الحاجات اللي لازقة في الجدار بسيطة أوي. يعني لو أنتوا شفتوا كده هتلاقوا إنه أولموست الجدار من بره نظيف ما عدا يمكن اللي فوق، بس هي من تحت نظيفة بتلمع. يعني حاولوا تنظفوا، فدي خطوة مهمة. وقف العجينة وأوريكوا إيه الكونسيست اللي إحنا عايزين نوصل. اللي احنا عايزين نوصله بقى ان العجينه بتبقى بتلزق في ايدك كده، ما بتسيبش عجين في ايدك كتير بس بتلزق. يعني ده اللي احنا عايزين نوصل له، في لزق تلزق شويه مش بتسيب اثر قوي بس لازم تكون ملزقه شويه. دي تكه من التكات المهمه جدا. احنا قلنا درجه حراره الميه وقلنا العجينه دلوقتي، يعني دي الحاجات الكورنر ستونز المهمه. عجينه بتلزق بتمسك في ايدي بس مش بتمسك قوي، يعني بتطلع ايه في الاخر شبه نظيفه. اللي عايزينها دراي، اللي عايزينها جافه قوي فلما تحط ايدك ما تطلعش معاك، ولا عايزينها ستيكي قوي او بتلزق قوي، عايزينها في النص ما بين الاثنين. بعد كده طبعا عايزين نحط بقى ايه دقيق مكان الرخامه اللي هنعمل عليها او المكان اللي هنعمل عليه. لازم نحط دقيق كويس لو في حاجه نشفها. حطينا دقيق اوكي. وبعد كده هناخد العجينه من العجينه شوية دقيق شوم على العجينة من فوق وتقلب العجينة في الدقيق. بتقلب بقى العجينة في الدقيق، بعد كده هتلاقيها هي من جوه طرية من بره عليها دقيق فمش بتلف معاك بسهولة ومش بتلف. احنا عايزين نعمله ان احنا نقلبها شوية مثلا ونلتها، لو يعني نحاول نكمل شوية نحط حتة رش دقيق بسيطة. نشيل ايه لما نشيل الزيادات اللي احنا عايزين نعمل زي عيش باجيت كبير وتقيل كده، نطولها نلفها شويه نعمل الشكل ده. طبعا كل ما تحس انه العجينه تلزق في الرخامه مش مشكله خالص، تحط شويه دقيق ما يضرش. هنيجي بعد كده بقى ايه كده خلاص ما عندناش محتاجين على جنب في حاجه فهنشيلها على جنب. بصي يا كاترين، كده وصلنا الى الشكل العيش اللي باجيت اللي قلت لكم عليه. العجينه بقى دي هتتقسم، بعد ما نقسمها قطع كل قطع حوالي 250 جرام. فتفتكروا 7 كوبايات دقيقة عليهم 250، برضه نفس ال 250 جرام هنقطع هنا ونوزن 250 جرام. لو مش عندكش ميزان حاول تقطع من 6 ل 7 قطع متساويه بالسكينه او بقطعه العجينه، مش لازم توزن بس اعمل حسابك ان القطع تكون متوازنه وحاول تكون توزنهم بايديك. هنقطع بعد كده 1 2 3 4، طلعوا معايا حوالي 6. انا هوزنهم، عندي ميزان 250 جرام، ميتات 200 بالظبط 250. نحطها على جنب دلوقتي واقول لكم بعد كده نعمل ايه. شوية زيادة عن 250 هشيل حتة كلام كلي. بعد ما طلع معايا السنت طلع معايا حوالي 7 قطع، كل قطعة حوالي 250 جرام. نروح بقى نعمل ايه الخطوه اللي جايه. الخطوه اللي جايه هنجيب الصواني اللي هنحط فيها او هنخبز فيها القربان، وهي اللي نفسها هنخمر فيها القربان.
بس قبل ما طبعا نحطها في الصواني هوريكم ازاي نبتدي دلوقتي نعملها الشكل بتاع الكربونه ونلفها ازاي ويطلع شكلها سليم ومتساوي. هناخد واحده واحده ونمسكها كده في ايدي في كف ايدي ونلفها على الرخامه لحد ما تطلع كوره. لو الرخامه مش مساعدك ممكن تكورها في ايدك. ممكن تعمل كده كوره الاول بعدين تطلع كوره كوره يعني. نعملها زي الدمبلينج زي ما بين زي الدمبلينج. بعدين نحط شوية دقيقة وش وحواليها نجيب النشالة نحط عليها دقيق حسيت ان هي تلزق في الرخامة مفيش مشكلة تحط شوية دقيق عادي جدا نحطها نفرد بقى شوية الشابة احنا دي مثلا يكون ارتفاعها عن ال او سمكها مثلا نص سنتي يعني ممكن بصبع كده نص لا ربع عقلة ربع عقلة نص سنتي تقريبا كده خلاص الليفل اللي انا عايزه اهو يبقى بعد كده العصاية الخشب ونعمل الخمس اخرام ادي الشكل الاخير وبعدين نحطها في الصينية وانت بتحطها في الصينية متحطهاش على الطرف قوي وما تحطهاش جنب الحواف عشان لسه هتكبر وهتنفش فلو حطيتها جنب حافه الصينيه لما تخمر وتتخبز هتلزق في الجنب هتلزق في الجنب. اوكي ناخد مثال كمان ادي تاني عجينه نعملها كده تلفها في بعضها كانها كوره وبعدين حواليها مع الوش وبعدين تحطها على الشابة كل ما تلاقي حاجة لزقت ممكن تحط شوية دقيق على الشابة أو على الرخامة أو على العجين نفسه المهم ما تلزقش لا في الرخامة ولا في الترابيزة اللي تعمل عليها ولا في الشابة ولا في ايدك. اوريدي بدأت تخمر يعني. قلنا ايه؟ نص سنتي او ربع عقلة. ده القربان في الصينية وثلاثة اتنين وفي واحدة ما بينهم في النص بس على الناحية التانية وبعيد عن الحواف ده مهم جدا دي التكات التانية. هنحطهم في الفرن لو عندك الفرن فيه درجة حرارة بتاعة التخمير اعمل كده ما عندكش يبقى نغطيهم بفوطة ونحطهم في مكان دافي لمدة مثلا ساعة تقريبا او ساعة ونص. انا احطهم عندي في الفرن بيعمل على درجة حرارة خفيفة دافية ما تخبس بس تخمر فانا احطهم في الفرن شوية. دلوقتي احنا سيبناها تخمر حوالي ساعة ونص. بصوا شكل القربان بقى عالي ازاي بقى طبعا ضعف تقريبا ما كنا حاطينها فحسب الحرارة عندك تسيبه لحد ما يبقى عالي كده وناعم طبعا زي ما انتم شايفين المنظر. هنعمل الفرن على 175 سيليزيه او 400 فهرنهايت تقريبا يعني درجه حراره عاليه شويه ونحطه مش هياخد اكتر من 10 دقائق في الفرن وبعد ما نشغل الفرن ويوصل درجه الحراره اللي احنا عايزينها نحط القربان وبعدين بقى هقول لكم نعمل ازاي الوش يبقى محمر من فوق او لونه احمر من فوق. اوكي
بعد ما نسيب الفرن يوصل درجة حرارة 400 فهرنهايت أو 170 تقريبا درجة الحرارة بتاعتنا بتاعت مصر. حضر فوطة كبيرة عشان أول ما البون يطلع من الفرن لازم نحطه في فوطة كبيرة ونقفل عليه وإلا ينشف مننا. فلازم نحضر فوطة أول ما البون يطلع من الفرن هنحطه في الفوطة دي. طبعا ممكن وهي العجينة بتخمر الخرام تحس إنها تسدد شوية، مفيش مشكلة إن أنت تعيد عليهم تاني، أنا عدت عليهم عشان يبقوا واسعين شوية. ما عندناش ختم ومش هنعمل ختم في البيت، أنا ما عنديش ختم فمش مشكلة، إحنا ممكن نعمل من غير ختم وبيطلع على نفس النتيجة. طبعا الختم شكله حلو بس برضه في الآخر يطلع شكله كويس. أنا قاعد جنب البوتاجاز، لو أنتوا شايفين درجة حرارة 400 فهرنهايت من عندكم مش عارف باين ولا لأ، قاعد مستني بالفوطة الكبيرة والقربان في الفرن، وبعد شوية كده نقول مثلا 10 دقايق ربع ساعة هنحطه ونعمله برويل عشان نخلي الوش متحمر وهوريكم ازاي. اوكي دلوقتي اتس تايم ان احنا نشغل بقى ندفي الفرن ونشغل البرويل عشان نحمر الوش. الوش بيحمر شوي بس هو بره. ممكن طبعا انا عشان بس الاقي سخنه فانا ماسك الفوطه بلف صينيه كده عشان الوش يحمر. اول حاجه نحطها على طول خلي عشان سخنه جدا طبعا على طول الفوطة نطلع فوق. لازم تقفله علي على طول وكده خلاص طلعنا كل القربان وحطيناه في الفوطة عشان يفضل طري. هوريك بس شكل القربان بعدين. ادي القربان اللي احنا طلعناه يعني احاول اشيله، ده القربان اللي طلع وفي الشكل الاخير الواحده دي الثانيه. عايز اقسم واحده بقى اوريها لكم من جوه لسه سخنه. سادة بالشاي بالجبنة بالدقة كله حلو. ركزوا في الطريقة وفي التكات اللي قلتها واعملوا القربان وابعتوا لي صور وابعتوا لي الفيديوهات او الصورة النهائية للقربانة وبالهنا والشفا. باي باي.